وصفة اليوم هي دجاج مع البطاطا بصلصة الليمون والثوم، طبق لبناني مشهور كتير وبحبوه الكبار والصغار. نحتاج بهالوصفة دجاج مقطعة، حبتين بطاطا، راس ثوم، قرنين فلفل، عصير ليمون، رشة بهارات، رشة فلفل أسود، زبدة، ملح حسب الرغبة. طريقة تقطيع الدجاج 10 قطع متساوية. أول شي منقص الفخاد، فيكن تستخدموا سكين أو مقص متل ما أنتم معودين. بعد هيك منقص الجوانح ومنستغني عن الطرف. منقلب الدجاجة ومنقص الجزء الخلفي منه ومنتركه على جنب. منقص الصدر من النص، فيكن تخلي الصدر كامل، أنا رح قص كل صدر إلى قطعتين. نجلى الفخاد، بنفصل الإجر عن الفخد، وهيك بيكون صار عنا 10 قطع متساوية. باقي القطع اللي تركناها على جنب نقدر نعمل فيها مرقة دجاج أو خلاصة الدجاج، أما أطراف الجوانح بنستغني عنها، وهيك بنكون خلصنا. بعد هيك بنحط الدجاج على النار وبنغمره بالمي، وبننطر لما تطلع منه الزفرة من فوق منشيلها منيح. بعد هيك بحط عليها ملح وشوية بهارات حب، أنا حطيت لومي، قرفة، هيل، ورق غار، وبوطي النار عليها وبتركها تستوي 3/4 الاستواء. هون استوت عنا وهلأ منطبق الأكلة. أول شي بحط البطاطا المقلية، حطيت هون حبتين بطاطا، بعدين الدجاج قطعته 10 قطع وسلقته 20 دقيقة، مي سلق دجاج، هرستهم راس توم وقرنين فلفل، عصير ليمون اللي هو حامض، بحط عليهم رشة بهارات وفلفل أسود، وعلى الفرن يكملوا استوى حرارة من تحت. بعد هيك بدهن الدجاج بالزبدة لتاخد لون حلو وتعطيها نكهة حلوة، وبرجعها على الفرن حرارة من فوق لتتحمر وتاخد لون. بعدين بقلب الدجاج وبرجع بدهنهم بالزبدة وبحط عليهم رشة فلفل أسود وبهارات، وبرجعها على الفرن لتاخد لون من الوجه التاني. هيدا شكلها النهائي بعد ما طلعت من الفرن.